خلينا نرحب بالاستاذ ايليا ثروت باسيلي، رئيس مجلس الامناء والمدير التنفيذي لقناه سي تي في. استاذ ايليا اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب، علشان النهارده العيد ال15 لسي تي في، وطبعا عيد ميلاد حضرتك. ماشي يا سينا، وانت بالصحه والسلامه، ربنا يخليكم. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ ايليا. اسمحوا لي اعيد، يعني بالصحه والسلامه يا ماشي، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، وربنا يخليك لينا كلنا، امتداد لبابا ثروت في العيله وفي سي تي في وفي كل حاجه. الحقيقه مش عشان اخويا الكبير اللي بحبه، لكن هو فعلا اسمه الصليب عليه، يعني اولا هو اللي اصر ان انا ابقى موجوده معاكم النهارده، فانا بقول له كل سنه وهو طيب، وربي ربنا يخليه لينا كلنا. طبعا احنا بنشكر استاذ ايليا على وجود حضرتك معانا. استاذ ايليا، النهارده 15 سنه، احساس مختلف اكيد على مرور كل السنين دي على خدمه سي تي في وانطلاق قناه سي تي في، احساس حضرتك ايه النهارده؟ احساس انه بركه ربنا الحمد لله شملتنا، وقدرنا نوصل رساله او رسائل من ربنا للناس، قدرنا ان احنا بنعمه ربنا يعني ان احنا نوصل لناس كثيره في كل حته. في ناس ربنا يديها الصحه وطول العمر ما بتقدرش تنزل الكنيسة دلوقتي، فبيعتبروا انه في كثير لما يشوفوا فيها برامج وعظات وأدابيب وحاجات زي كده كأنهم راحوا الكنيسة. في ناس بيطلبوا مننا مثلا ان احنا ننقل قداس من كنيسة معينة هي كنيستهم، لانهم مش قادرين ينزلوا ولا يشوفوها، الصحة بقت على قد وحاجات زي كده. فيعني الحمد لله ان احنا بنقدر نحقق لهم امنياتهم دي. ربنا يعني الحمد لله مدد ايده معانا وبينجح طريقنا لمجده هو. استاذ ايليا، يعني طبعا انا عارف ومدرك جدا ان حضرتك بترعى كل برنامج على حدة وبتحب كل برنامج وكل تفصيلة فيه، بس خليني وتسمح لي حتى أقولك، يعني النهاردة إيه أكتر برنامج محبب لقلبك؟ إيه أكتر برنامج بتحس إن فعلا مشاهدين قناة سي تي في فعلا محتاجينه أو بيحبوه قوي، وإحنا فعلا بنحاول نطور فيه أكتر علشان كده، عشان الناس متجاوبة فيه وبيحبوه؟ سؤال صعب جدا. ما أنا بقوله صعب يا مايكل. ده سؤال مفخخ يا مايكل. نتمنى الإجابة يكون فيها برنامج في النور. انت كده هتزعل الناس مني. لا استاذ ايليا، بس عشان عارف ان حضرتك دقيق جدا فعلا، وكل برنامج يعني احنا اشتغلنا فيه او ما اشتغلناش فيه من زمايلنا عارفين ان حضرتك فعلا بتتدخل وبتعرف تفاصيل التفاصيل عشان فعلا بيبقى على قلبك ان كل حاجه تطلع على احسن مقام. فعشان كده بسأل حضرتك، انت بتشوف، عشان اكتر واحد برضو بتتعرض لده تفاعلات الناس وحب الناس لبرامج مختلفة، ايه الحاجات اللي فعلا بتمسهم وبيحبوها اكتر؟ بص هقول لك على حاجة، الموضوع شوية عامل زي ايه لما يكون عندك، انا مثلا عندي ثلاث ولاد، بنتين وولد، كل واحد فيهم ليه شخصية معينة، كل واحد فيهم ليه طريقة معينة في التعامل في حاجات زي كده. مثلا عايز حاجة معينة، لا يبقى فلان اللي يعملها، حاجة تانية لا أحسن حد يعملها فلان، وهكذا. وكل واحد ليه أسلوبه وطريقته وكده. البرامج عاملة زي كده شوية، يعني انه كل برنامج ليه شخصيته، كل برنامج ليه خصوصيته، وبالتالي كل حاجه يعني بتطلع يعني بنحاول نطلعها على قد ما نقدر في احسن صوره، وبالتالي لما بنبذل فيها مجهود بتبقى عارف ليها، يعني عارف يقولوا ايزي كام ايزي جو،
احنا مفيش حاجة عندنا بتبقى ايزي كرام يعني. الحمد لله يعني كل حاجة بتاخد مننا رقات وبتعلم فينا وبنتعلم منها يعني انا بس حابب يعني اشكر الناس كلها واشكر كل اللي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا وفي المكاتب والاداريين يعني عايز اشكر كل واحد باسمه بس مش عايز اخد وقتكم يعني لانه طبعا الجهد اللي بيبذل واضح للناس كلها مش محتاج ان انا اتكلم عليه وفي نفس الوقت في جهد يمكن بره القناه بيحصل تم التنويه عنه في الفقره بتاعه الفرص والكرام برضه عايز اشكرهم جدا عماد والمعلم ميلاد وافراد الفرص وافراد الكرام كلهم يعني عايز اشكرهم اولا ان هم بيستحملوني عشان انا نمت شويتين وفي نفس الوقت ان هم بيطلعوا حاجه اعتقد ان بقى لها شخصيتها يعني انت النهارده تسمع الخورس او تسمع القرار بتاع سي سي بي حتى لو حاجه جديده على ودنك هتعرف ان ده قرار او خورس سي سي بي ليه؟ من الطريقه اللي بتتقال من الحاجه طريقه الاخراج بتاعها طريقه التسجيل بتاعها طريقه الاداء احنا بنهتم بيها جدا زي ما قالوا ان احنا ما مش بنهتم بالجمال الصوتي وكده وبس لا لازم يبقى في روح في اللي بيتقال عشان يوصل زي ما حد مره قال كلمه قدامي في الحياه ما نسيتهاش ابدا قال الموسيقى الراقية هي التي يهتز لها الوجدان وليس الأبدان فالموسيقى الراقية احنا دايما بنحاول ان احنا تبقى الموسيقى بتاعتنا سواء ألحان او ترانيم تبقى موسيقى راقية موسيقى مش صاخبة موسيقى توصل للقلب تحرك الوجدان لانه لو سمعت حاجة وما حركتش جوايا أي حاجة أو أي مشاعر يبقى ملهاش لازمة يعني. صحيح. فطبعا دول برضو ناس أحب أشكرهم أستاذ إليه خليني أسأل حضرتك سؤال بناء على ردود الأفعال اللي إحنا كنا بنشوفها طول الوقت حتى من الضيوف في برنامج في النور كانوا دايما بيقولوا لنا القناة ليها شعبية كبيرة، القناة متشافة جدا، الناس بتحب تشوفها. فطبعا الكلام ده هو نتيجة علاقة ما بين القناة وما بين الجمهور اتبنت بشكل مختلف واستمرت على مدار 15 سنة. من وجهة نظر حضرتك ايه سر هذه العلاقة؟ ايه اللي بيخلي الجمهور مرتبط جدا بسي تي في؟ هو بص هقول لك على حاجة، هو القبول ده من عند ربنا، يعني زي ما في مثلا ايه تلاقي واحد ممثل بيجتهد جدا وكده لكن سبحان الله ملوش قبول قوي، لكن في واحد تاني ممكن يبقى موجود اقل ربنا مديله قبول كده الناس تحبه على طول تحب تتفرج عليه وهكذا. ف طبعا ده السبب الرئيسي، لكن ده لا ينفي طبعا انه بيبقى فيه جهد وربنا بيبارك فيه، يعني البركه كمان بتغمر لو معها تعب. فاحنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه وربنا بيغطي على اخطائنا في الاخر يعني. فالحمد لله انه في المجمل الـ كل حاجه او يعني اغلب الحاجات عشان ما بس يعني كلها يعني اغلب الحاجات بتبقى بتلقى قبول الناس او بترتبط بيها. في
أي حاجة بتحصل مثلا عندنا بنلاقي الناس بتتفاعل وبيبعثوا أسئلة، بيبعثوا ردود، بيبعثوا رسائل على السوشيال ميديا أو على القناة مباشرةً، ويقولوا مثلا رأيهم، لا احنا عايزين كذا، احنا عايزين كذا. دي حاجة، دي بركة عندنا يعني، واحنا بنحاول نحافظ عليها بقدر الإمكان، لأنه عدم وجود تفاعل ده يدل انه ما نقدمه مش لاقي صدى عند الناس. فوجود التفاعل ده بركة نشكر ربنا عليها، ونتمنى انها تستمر، ونتمنى ان احنا باستمرار نقدر نقدم للناس متطلباتهم واللي هم عايزين يشوفوه او يسمعوه. واظن يا استاذ ان اي حاجه ناجحه بتلاقي دايما يعني محاربات كتير او تحديات كتير طول ما هي معديه وماشيه. عايز استغل وجود حضرتك معانا النهارده تفكرنا كده بمراحل التطوير اللي عدت بيها القناه لغايه لما وصلنا بعد 15 سنه نحتفل النهارده بسي تي في بشكل الناس قادره تشوفه على الشاشه. يا مراحل كتير قوي يا مايكل. انا اسئله اصعب. يوم انطلاق البث التجريبي 12/11/2007 وكان الحقيقه اول مره قناه تبقى طالعه تطلع ايفنت على الهواء في ثالث يوم ليها من البث التجريبي. يعني ما اعتقدش ان في قنوات حصل معاها الكلام ده كتير. كان 14 نوفمبر الجروب البابا سموزه. ف يعني المراحل اللي عدينا بيها كانت مراحل كثيره، كان فيها الكويس وفيها اللي مش كويس، فيها الحاجات العصيبه، فيها طبعا التاريخ اللي مرت بيه مصر ومرت بيه الكنيسه في الفترات السابقه، سواء من احداث ألمتنا كلنا زي اللي كان بيحصل في الكنايس في العهد السابق يعني، اللي حصل مثلا في حادثه البسين، واللي حصل بعدها، واللي حصل في حادثه نادي حمادي، واللي حصل بعد كده ايام 2011 يعني. الحمد لله انه ربنا ساعدنا وقدرنا ان احنا نوصل للناس كلها اللي كان بيحصل، ومنتهى الموضوعية ومنتهى الشفافية. وعشان كده احنا اخترنا اسم فنور، واخترنا الشعار بتاعه الحقيقة بان، لان احنا لا يهمنا شيء غير الحقيقة. فاحنا يعني باستمرار بنحاول ان احنا نكون صوت محايد، صوت مستنير، صوت ما بيركبش موجة بلا توجه، صوت يعني معتدل لا يتأثر يمينا ولا يسارا. يعني بنحاول ان احنا نكون، وانتوا اكيد في النور عارفين الكلام ده كويس، بالذات في النور وصلاح النور، لانه طبعا عارفين كويس قوي السياسه التحريريه بتاعتنا، ان احنا مناش في التشويش وفي
إثارة الجدل لمجرد حصول على ترند وحاجات زي كده. يعني الحمد لله إن إحنا بنحاول بقدر الإمكان يبقى توجهنا توجه سليم محايد واقعي وحقيقي، مفهوش لا مواربة ولا كذب ولا كلام زي كده. أستاذ إيليا، سي تي في هي وسيلة إعلامية، وهي وسيلة إعلامية ممزوجة كمان بالخدمة، يعني تحمل رسالة وفي نفس الوقت بتحمل على عاتقها فكرة الخدمة. ففكرة الرسالة اللي قايمة عليها سي تي في من أول ما دكتور ثروت باسيلي أعلن يعني انطلاق هذا الصرح، هل نقدر نقول الرسالة دي بتتطور ولا في رسالة ثابتة وفي نفس الوقت بنجتهد إن احنا نخلي القناة مواكبة لكل التطورات اللي بتحصل ولكل الأجيال الجديدة اللي طالعة؟ لا، احنا طبعا بنحاول ان احنا نتطور. يعني احنا ما اعرفش الناس عارفه ولا لا، بس احنا بنحاول ان احنا نقول الكلام ده، انه اولا احنا بقينا موجودين على ما يطلق عليه الاي بي تي في، اللي هو التلفزيون بالانترنت. عن طريق الانترنت اي حد عنده جهاز بيستقبل الاي بي تي في سيجنال بيقدر يستقبل الرسائل بتاعنا في أي حتة في العالم، حتى مصر. محتفظين برضو بوجودنا على النايتات علشان اللي ما بيقدرش يستعمل الانترنت وهكذا، خاصة من كبار السن. يعني أغلب الشباب دلوقتي عارفين يدخلوا ازاي على الحاجات دي وكده، لكن الناس الأكبر سنا يعني بيبقى صعب عليهم، فإحنا محتفظين بده. كمان عملنا أبليكيشن على الموبايل وعلى التابلت، سواء أندرويد أو آي أو إس اللي هو الآيفون. الأبليكيشن ده في كل حاجة، احنا كنا نوهنا عنه في العيد اللي فات والحمد لله طلع للنور الفترة اللي فاتت. الابليكيشن ده عن طريقه كل واحد بيقدر يعمل زي بروفايل دي كده، بيزنمه باسورد ويخش ويختار البرامج اللي هو بيحبها ويحب يتابعها. الابليكيشن كل ما يتحط مثلا فيديو جديد ولا يبقى البرنامج اللي حابه ده لايف دلوقتي على القناه، بيبعت له نوتيفيكيشن يقول له خش اتفرج مثلا بتاع. يقدر يبعت رسايل، يقدر يشوف كل اللي بيحصل او اللي تقدم فيه البرامج اللي هو متابعها. كل واحد على حدة، يعني كل واحد على حسب اللي هو مسكره في البروفايل بتاعه كبرامج يحب يتابعها وهكذا. فطبعا برضو بنحاول دلوقتي ان احنا نعمل برامج جديدة ان شاء الله تطلع في الفترة اللي جاية. طلعنا بعضها في خلال السنة اللي فاتت، ان شاء الله في خلال السنة الجاية هنطلع حاجات جديدة. مش عايز احرقها يعني عشان الناس اللي شغالين فيها ما يزعلوش مني يعني، لكن احنا بنحاول ان احنا نطلع حوالي 4 برامج لو تكون الذاكرة يعني جديد، ان شاء الله يعجبوا الناس، ان شاء الله يبقوا وسيلة تواصل اكبر مع الناس. بنحاول نركز برضو على الفئة العمرية اللي هي الشبابية، ثانوي جامعة وكده، وان شاء الله يبقى في حاجة قريبة ليهم. مش عارف ايه تاني يعني. رسالة أخيرة يا أستاذ إيليا، محتاجين من حضرتك بما إنك يعني طبعا فرحانين جدا أنت معانا النهاردة، توجه رسالة وتوجه أمنية كده لسي تي في
انت وجهت طبعا يعني شكر جميل جدا وراقي لكل الناس اللي موجودين في القناه بنشكرك عليه، بس عايزين رساله كده وامنيات لسي تي في الوقت الجاي. رسالة أنا يعني بكرر دايما فيكم إنه أهم حاجة زي ما الإنجيل بيقول المحبة الأخوية، لأنه المجال الإعلامي في تنافسية كبيرة وفي روح غير مسيحية محدش أشوفها في أي حد وسطينا، فأنا أحب دايما أشوف الناس اللي معانا كلهم بيحبوا بعض محبة أخوية، لأن ده بينعكس على الشاشة والناس بتقدر تستشفه اللي يدقق هيلاحظ انه الحاجه اللي ما بيبقاش فيها كده المحبه بتبقى يعني مش عايز اقول معيوبه، بس بتبقى عارف ما بتوصلش للناس قوي، يعني ما بتطلعش من القلب فما بتوصلش للقلب. انما الـ لما كله يتكاتف وكله يبقى مع بعضه وده اللي الحمد لله مخلينا مستمرين لغاية النهارده وبنتطور وبنحاول نقدم يعني كل ما هو جديد وواكب العصر زي ما قلنا، لأنه لو وقفنا اللي بيقف في الحقيقة هو ما بيقفش، هو بعد شوية بيبتدي الحل الوحيد هو استمرار الطلوع. ربنا يعيننا ويعينكم يا رب. استاذ إلهي احنا عارفين ان حضرتك مسافر ومدام نيفين عندنا، ويمكن فرصه سعيده انكم تجتمعوا على شاشه قناه سي تي في، فنطلب من مدام نيفين لو أنا اتفضل. بكلمها طبعا كتير بس كان وحشني شكلها كويس ان انا شفتها، ودي فرصة إن مدام نيفين لو حابة حضرتك توجهي كلمة. أنت طيب وربنا يخليك لينا. تعيش ربنا يخليك، معلش أنا خدت ال 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 الفقرة منك. لا 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 مكملين مع أستاذة مع مدام نيفين، ما تقلقش يا أستاذة ليا هناخد فقرتها كاملة. نشكر حضرتك يا استاذ اللي شرفتنا وفرحتنا، ودايما كده فعلا بنتبارك بوجودك معانا، انت اللي بتدي الدفعه. ارجع لنا بالسلامه ان شاء الله. ارجع لنا بالف سلامه. الله يسلمك، تعيش ومستشفى. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. يا استاذ اللي اتفضل.